افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد رب هشلة ومدير عام الإدارات العامة للأمن والشرطة بالمحافظة العميد فؤاد النسي مبنى قيادة الأمن العام بمديرية عتق، وذلك عقب استكمال عملية إعادة تأهيله وتأتيته بدعم من دولة الإمارات. وأشاد هشلة بمواصلة دعم الإمارات الشقيقة لجهود إعادة بناء الأجهزة الأمنية بالمحافظة واستعادة دورها في محاربة الجريمة وتعزيز دعم الأمن والاستقرار بالمحافظة. وبدوره استعرض النسي التدخلات النوعية للإمارات العربية الشقيقة في القطاعات الأمنية بمحافظة شبوة، ولافتا بمواصلة دعمها لبرنامج إعادة بناء القدرات البشرية والتقنية لها.